التي عليها أوضاع الإعلامية اليوم ومستجدات ملفات الإهانة والتنمر ومجموعة من سباب والقذف الموجه لشخصي، أود مبدئيا أن أشكر جمعية هيئات المحامين بالمغرب التي انضمت إلى نقابة هيئات المحامين بالمغرب باعتبارهما المؤسسات المهنية المحامتية التي أولاها الله حق الدفاع عن العباد. أود أن أشكر السيد رئيس جمعية المحامين بالمغرب النقيب والرئيس عمر ويدرا وكافة النقباء المغاربة سواء منهم الممارسون أو السابقون، كما أود بالمناسبة أن أشكر وأعيد الشكر لزميلي وابني النقيب حسن قروين وكل السادة أعضاء المكتب الذين أعتبر نفسي أبا روحيا لهم وباعتبارهم الخلف الصالح للسابقين من القدماء ومن جهابذة المحامون في هذه المدينة وفي هذه الدائرة الترابية، باعتبار أن هيئة المحامين بدار البيضاء تعتبر أكبر هيئة للمحامين بشمال إفريقيا. ماذا يجسد هذا التلاحم اليوم؟ يجسد أننا نشكل لحمة واحدة من جهة، ويجسد مدى انصهار هذا الجسم بين كافة أعضائه، خاصة إذا كان هذا الموقف هو بجانب أحد أبنائها البررة الذي خدم المحاماة وخدم المحامون وكانت له مواقف ولو محطات في مساره المهني تخدم المملكة المغربية والتي يجهلها العديد ممن تطاولوا وممن أقدموا على مجموعة من الأفعال والأقوال التي لا صلة لها بعبد ربه ولم يسبق له أبدا أن كان محطا لها وتجاوزا. فإنني أود أن أشكر في المقابل كذلك كل من خاطبني هاتفيا أو تواصل معي بالمباشر أو تواصل معي بواسطة الوسائل التقنية والمعلوماتية في باب المساندة والتعطيل، فأنا مدين لهم بهذه المواقف المهنية التي تجسم أن هناك حس مهني لا زال يهيمن ويطبع كل محامي بلدي المملكة المغربية، خاصة وأنهم يعاينون ظاهرة دخيلة وهي أن بعض وأقول بعض المواقع الإلكترونية قد أساءت لمجموعة من النقباء وفي مقدمتهم عبد ربه. هذه الإساءة في الحقيقة أنا أعتبرها بمثابة تفاهات، لأنها صادرة عن أندال وصادرة عن رجالات الخزي والعار لهذا البلد، وأنا أؤمن بالرأي والرأي الآخر لأن الاختلاف لا يمكن أبدا أن يفسد العلاقات البشرية، هذا شيء أولي، ولكنني لا أؤمن بالنقد الهدام وبالنعوت القدحية وبالإسقاطات النابية وبكل ما من شأنه أن يشين كمصطلح تجاه العباد. العبرة ليست بالصفات أو المواصفات أو الجماليات أو اللباس، لا لا، العبرة بما يصدر عن هذا الخلق من أفكار من مبادئ ومن وجهات نظر، لنا أن نناقشها بموضوعية ونناقشها بأدب، هذا هو الأصل. النقطة الثانية، أنا رجل متشبع بحرية التعبير. لماذا متشبع؟ لأنني أولا أنا خلقت كرجل قانون، وخلقني الله من بطن أمي رجل حقوقي أدافع عن الحق كما أراه أنا، وقد لا يراه الغير كذلك بالشكل الذي أراه أنا، لكنني أعارض وأشجب وأستنكر كل من يستغل هذه المنابر الإعلامية وهذه القنوات وهذه المواقع ليخلق لنا خطابا
متدنيا، خطابا متشنجا، خطابا متعصبا، خطابا أقول أقل ما يمكن أن أقول عنه أنه لا يليق بالخطاب البشري. أي خطاب مع الأب مع الأم مع الجار مع الكل حتى في علاقتنا السياسية مع الدول العربية هو خطاب لا يليق. أنا لا أرضى أن يفتح أي كان من إخوة العرب قنواتنا ويتفرج على خطاباتنا ليستشف أن خطابنا منحط، أن خطابنا حقير، أن خطابنا مليء بالسباب والقذف. وأعود إلى الفكرة التي أود أن أو الرسالة التي أود أن أبعثها اليوم إلى أصحاب المواقع الإلكترونية. أولا والشيء بشيء يذكر، أحيي تحية إكبار وإجلال مجموعة من المواقع الإلكترونية في شخص مدارائها والمسؤولين على تسييرها وتدبيرها. لم يكن لي اهتمام ولا إلمام بهذا الفضاء الافتراضي، ولكنهم دفعوني أن أتتبع مواقعهم. لماذا؟ لأن هذه المواقع لها محور، لها مواضيع عميق، لها مرجعية موثوقة من حيث الصحة، صحة النبأ، صحة المعلومة. ثم ثالثا أنهم يفتحون مجال للحوار، للحوار المتأدب، للحوار الأنيق الذي فيه لياقة ولباقة، وليس هناك نوع من الحوارات المتدنية، نقول فقط المتدنية. لذلك فقد هذا الأمر جعلني أنا أهتم ببعض المواقع رغم أنني ليس لي وقت، ولكنني ليلا أحاول نصف ساعة أو أقل أو أكثر أن أتتبع بعض المواقع. فأنا أشكر هذه المواقع الإلكترونية التي استقطبتني وأنا لم يكن لي أي إلمام أو اهتمام بها، ولكن جودة المنتوج الذي يعرض بهذه المواقع تفرض على كل متطلع، كل إنسان له نصيب من الثقافة، كل النخب من أن تتحول لمتابعة بعض الإخوان. هنيئا لكم لأنكم فعلا تشرفون الإعلام المغربي ولو على مستوى العالم الافتراضي. واللائحة طويلة ديال هاد الأشخاص، هاد الإخوان هادو اللي أنا حبيتهم من خلال مواضيعهم، ولكي لا أكون تفاضليا فإنني أحجم عن ذكر أسمائهم، ولكن ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. ولهؤلاء الذين أحببتهم داخل هذه المواقع من خلال هذه المواقع أقول لهم رسالة. حذاري، هناك خطر يهدد المواقع الإلكترونية. من خلال ماذا؟ من خلال مجموعة منكم ومحسوبة عليكم. إذا ما استمرت في هذا السياق، سياق الإهانة والسب والقذف والتشير وبت صور وتشير بها إذا ما استمرت هذه المواقع ستجني عليكم الويلات. وتيقنوا أن هناك جهات مفروض عليها، ليس بخاطر، لا، مفروض عليها أن تتدخل لفرملة هذا التسيب. وقبل الفرملة هناك قانون جنائي. لذلك أوجه لكم رسالة ونداء، ونداء أخ لإخوانه بالمواقع الإلكترونية، بضرورة أن تتكتلوا داخل أو تشكيل هيكلة لهذا القطاع من خلال جمعية، جمعية تؤسس في إطار ظاهر 1952، وهو الظاهر الذي ينظم الجمعيات بالمملكة المغربية، وأن تهيئوا فضاء للقاء في إطار منتدى، مائدة مستديرة، لقاء عن بعد، كما شئتم، كل وسائل بين أيديكم. أولا للتأسيس لقانون هذه الجمعية باتفاق طبعا الحال، وأن تعملوا على إيداع هذا القانون بين يدي الجهات المخول لها هذا القبول، وستمكنكم في البداية من إبراء مؤقت أو ما يسمى بكيتيس تمبوغير، وبعدها إلى الإبراء النهائي الذي يخول لكم الصفة ديال الجمعية. لماذا هذا القانون؟ هذا القانون اللي وضع ضوابط
لوضع ضوابط العمل بهذه المواقع وخلق جهاز تأديبي داخل هذا الفضاء وخلق وسائل أخرى، يعني مجموعة من الفضاءات، مجموعة من التنظيرات داخل هذا الفضاء. بمعنى سيكون لكم كيان له قانون، له تعطير داخل القطاعات الإعلامية، سيكون قطاع خاص أو بالأحرى هناك مؤسسة أو جمعية تسمى أو تحتوي أو تضم تحت لوائها مجموع هذه المواقع الإلكترونية المسؤولة الملتزمة، وليست المواقع الإلكترونية المتسيبة. فأقول رسالة حضر، ولا وأضع بين يديكم بديل للعمل به، وأعتقد أن هذه بودرة ونواة للتحول من التسيب إلى الهيكلة القطاعية.